السلام عليكم أحبتي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة عن مستشفى المجتبى عليه السلام لأمراض الدم وزراعة بقاع العظم. تعالوا معنا نتعرف أكثر عن هذه المستشفى وأقسامها. دكتور راح ناخذ من وقتك شوي ونتابعك، بس نريد نعرف تفاصيل اكثر عن مستشفى المجتبى عليه السلام. شو وقت تاسست هذه المستشفى؟ شنو الخطوات الاولى؟ ليش هذا التخصص؟ يعني شلون تم اختيار هذا التخصص بالذات؟ في البدء يعني نرحب بكم في مستشفى الامام المجتبى عليه السلام لامراض الدم وزراعه نخاع العظم. نشكر قناتكم الموقره لتسخير الوقت والامكانيات لتسليط الضوء على مستشفانا والإمكانيات أو الخدمات الطبية حقيقة المقدمة في هذه المؤسسة. الله يعينكم، واجبنا هذا. الله يسلمك وحفظك. تعتبر مستشفى الإمام المجتبى أحد المؤسسات الطبية التعليمية التابعة إلى هيئة الصحة والتعليم الطبي في العتبة الحسينية المقدسة. تأسيس هذه المستشفى في عام 2022 في شهر تموز تم افتتاح هذه المستشفى. مثل ما تعرفون اليوم الهدف السامي من المؤسسات الصحية التابعة للعتبة الحسينية هو تقديم الرعاية الصحية النموذجية والتكامل مع المؤسسات الحكومية. هذا هو الهدف الأساسي حقيقة. من أهم الأهداف أيضا هو تقديم كل ما هو تخصصي. عندما نتكلم اليوم عن التخصص نقصد بالتخصص الدقيق. تعرف اليوم الطب في سباق وفي تقديم خدمات صحية ورعاية صحية نموذجية، وكلما كان التخصص دقيق كلما كانت النتائج جيدة ونوعية. ففي فضل الله سبحانه وتعالى وتوجيه سماحة المتولي الشرعي كان الهدف من تأسيس هذه المستشفى هو الاهتمام بأمراض الدم. عندما نتكلم اليوم عن أمراض الدم نقصد كافة أمراض الدم الحميدة والغير الحميدة. فمن اليوم الأول بدأت شمول كافة الفئات العمرية من محافظة كربلاء بالإضافة إلى خارج محافظة كربلاء، وكانت هناك برامج حقيقة قدمت في هذه المستشفى. من ضمن هذه البرامج هو الاهتمام بمرضى الثلاسيميا. هذا المرض حقيقة يعتبر من الأمراض الشائعة والموجودة في العراق، ويحتاجون إلى تقديم رعاية صحية نوعية نموذجية تكاملية مع المؤسسات الحكومية بما يضاهي ما موجود في مراكز عالمية متقدمة. صحيح. زين، حضرتك ذكرت أنه كربلاء أو خارج كربلاء أو العراق وتواصل مع العراق. هسه بعدين أجي على سؤال أنه تواصل المستشفى مع مستشفيات أخرى خارج العراق بنفس التخصص، لكن أتحدث الآن داخل العراق، هل هناك مراكز أخرى؟ هل هناك يعني أشخاص عندما يريد أن يسجل بهذا المرض الخاص بالدم كيف يتم التسجيل؟ كيف يسجل نفسه؟ أو ممكن تكون هناك قائمة أو في مكان يقول أنا عندي حالة صعبة أنا أحتاج دعم من العتبة، أم هناك تواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ بلي، مثل ما تفضلت حضرتك وتكلمنا سابقا، نحن اليوم بهدف تقديم رعاية صحية نوعية نموذجية. العمل تكاملي مع المؤسسات الحكومية، الناس غير مقصرين إن شاء الله. ولكن تعرف اليوم العراق أصبح منفتح على العالم الخارجي، كل ما هو جديد كل ما هو نوعي مقدم في دول متقدمة حقيقة تم تقديم هذه الخدمات النوعية من حيث التشخيص أو من حيث الطرق العلاجية الحديثة اللي يعني تعود بالفائدة على المريض، فتم تنفيذها بحمد الله والشكر في هذه المستشفى. يعني اكو
مندوبين او ممثلين على المستشفى هو من اليوم الاول حقيقه بعد ان تعهدت وتكفلت العتبه الحسينيه المقدسه بعلاج مرضى ثلاسيميا وتم تحديد الاطفال دون سن الثانيه عشر من داخل محافظه كربلاء ومن كل محافظات القطر العزيز. كان هنالك اقبال حقيقه من محافظات عديده، محافظه نينوى ومن محافظات العراق في الوسط والجنوب وكذلك المحافظات الغربيه. حقيقة تم عمل لجنة من قبل المستشفى ومن قبل الممثلين عن هذه المحافظات، الهدف منها هو العمل التنسيق. تعرف اليوم نجاح كل عمل هو التنسيق والتنظيم، فتم عمل جدولة للمحافظات، وضع جدول لكل محافظة يوم محدد ومتابعة دورية محددة ضمن أيام محددة، الهدف منها هو منع التقاطع أو التضارب في العمل. وهذا المرض يحتاج إلى متابعة دورية بمعدل كل 3 أسابيع أو شهر، فتم وضع جدول تنسيقي بين المستشفى وبين الحالات عن هذه المحافظات، وذلك لغرض وضع خطة علاجية متكاملة. هذا المرض يعني الله يساعد المصابين به والله يكفينا شره، صعب جدا قضية الدم، و كثير من الحالات يمكن تحتاج الى تبجيل مثل ما ذكرت حضرتك، تبجيل دم وعلاج خاص واسلوب خاص. اذا انتم ركزتوا على قضيه الاجهزه خاصه بالضبط. حضرتك ذكرت كلام جميل انه الطب والعلم والاجهزه كلها في تطور، في تطور، فكيف تم اختيار الاجهزه او كيف تم التعامل مع هذه الاجهزه مع شركات عالميه؟ حقيقه تعرف الهدف الاساسي في كل المؤسسات الصحيه التابعه للعتبه الحسينيه المقدسه كل ما هو جديد، كل ما هو متطور وحديث في عالم الطب في كل المجالات من التشخيص، الطب المختبري، إجراء العمليات إلى آخره، يتم استقطابه وتم استخدامه والاستفادة منه في هذه المؤسسات. الغرض هو المريض راح يستفاد من نوعية ومن حداثة هذه الأجهزة المستخدمة. فيما يخص يعني مرض الثلاسيميا هو مرض شائع ومرض وراثي، وهناك حالات عديدة، العلاجات كانت تقدم لهم هي علاجات يعني تكاد تكون تقليدية، تم إضافة وتقديم لهم علاجات وكذلك تشخيصات جديدة فيما يخص بما يعود بالفائدة على المريض المستقبلية، يعني أكثر دقة من حيث نقل الدم بطرق حديثة وبفحص دقيق ومتقدم أيضا، المتابعة السريرية بالاستفادة من كل ما هو جديد من أجهزة الرنين المغناطيسي، تقنيات حديثة. بالنهاية هو أنه المكسب أو الفائدة الإيجابية هو التحسين من المستوى العام أو من الحالة الصحية العامة للمريض. أكو حالياً حالياً اليوم أعتقد موجود وفية كركوك حسب البرنامج أو حسب الخطة الموضوعة، وهم حالياً موجودين وراقدين في ردهات المستشفى. أطفال وكبارهم؟ أطفال دون سن 12. جيد. زين نسبة العمليات، إحنا سمعنا أنه نسبة العمليات محددتها العتبة الحسينية المقدسة تكون مجانا، كيفية التعامل مع هذه الأمور؟ شلون تتواصل مع الطفل أو مع العائلة؟ شلون تتحدد؟ ايش قد النسبة بشكل عام؟ هو حقيقة هو تم دراسة الموضوع ووضع خطة علاجية ووضع خطة لدراسة مقدار التكلفة، وتم استحصال الموافقات من قبل العتبة الحسينية المقدسة بالهدف انه العلاج الأعداد المطلوبة. حقيقة في البداية البرنامج يعني شمل أكثر من 400 إلى 500 طفل موزعة من محافظة كربلاء وخارج محافظة كربلاء حسب الخطة الموضوعة. الكوادر هم مثل الأجهزة هم تحتاج إلى تطور، أكيد اليوم أنت تخصص عندما تتكلم عن أجهزة حديثة أيضا تحتاج إلى ملاكات طبية وصحية وتمريضية. كيف تم اختيارهم؟ هذه حقيقة كانت هناك لجان مختصة في هذا المجال، كان من واجبها أنه انتقاء ومقابلة الملاكات بكافة اختصاصها، ووفق معايير توضع معايير ومقاييس على ضوها يتم اختيار الملاكات بكافة اختصاصها سواء كان طبيب أو تمريض أو تقني إلى آخره. هذه المعايير تكلمنا عنها. أحسنتم. حاضرين ومستنين بكم.
دكتور هسه احنا بالطابق السابع صحيح؟ بالضبط، الطابق السابع احرز للاطفال مخصص للاطفال دون سنه ثانيه عشان. جيد، هذا اللي اليوم الجروب نزل به؟ ايه احنا حسب الجدول الموضوع اليوم هو محافظه كركوك. ايه الوفد يضم تقريبا 10 اطفال. حقيقه من انطلاق اليوم الاول لتنفيذ البرنامج اللي هو كان في شهر كانون الثاني يعني الشهر الواحد من هذه السنه. دخلنا اليوم بالشهر السادس. جميل. خلال هذه الفترة تم استقبال ما يقارب ال 1500 طفل. ما شاء الله. كما تعرفون الخطة العلاجية هي دورية تكون مرتان أو ثلاثة مرات في الشهر. زيارات يعني. زيارات هي حسب الخطة العلاجية الموضوعية يتطلب إنه مراجعة الطفل مرتين أو ثلاث مرات في الشهر الواحد. حسب الحالة وال. بالضبط. عدد الأطفال اللي تم استقبالهم في هذا البرنامج يعني تجاوز 1500 طفل، وحسب المراجعات الدورية تم تقديم ما يقارب أو أزيد من 10,000 خطة علاجية. ما شاء الله، هذا كله مجانا؟ كل هذه الخدمات بنحكي اليوم لما نتكلم عن خدمات مدفوعة التكلفة من قبل العتبة الحسينية المقدسة أي مجانا، ونتكلم أيضا عن ما هي نوعية هذه الخدمات اليوم المقدمة، وما هي دقة الفحوصات، وما هي التشخيصية دقة الخدمات التشخيصية، وما هي نوعية العلاج المقدم والطرق العلاجية. طيب يعني كقياس يعني بالنسبة ايش قد مبلغ لو كان هذا الأمر بمستشفيات يعني لا توجد هناك خدمة علاجية أو فحوصات تشخيصية بدون تكلفة. نعم. وكلما تكون نوعية أكثر وكلما تكون متميزة أكثر تكون التكلفة عالية أكثر حقيقة. الهدف هو تقديم خدمات نوعية، خدمات نموذجية. الخطة العلاجية الواحدة أو المريض الواحد، الدورة العلاجية الواحدة قد تتجاوز 250 ألف دينار للمرة الواحدة، ونحن نتكلم عن ما يزيد عن 10,000 خطة علاجية. يعني ايش قد توصل المبالغ؟ تجاوزت أكثر من 500 إلى 600 مليون. ما شاء الله. كلفة هذه مجانا منذ انطلاق اليوم الأول، مجانا بالكامل منذ انطلاق اليوم الأول لتنفيذ هذا البرنامج بهذا العدد وبهذه الأعداد المراجعات وأعداد الخدمات العلاجية المقدمة. موافق إن شاء الله. اليوم نشوف الإخوان هم ويا الجروب شاي السلام عليكم. تعبانين خطيئة طبعا واحد من الكركوك. احنا عندما تكلمنا كنا في الطابق الأرضي. نعم. الأساس نجاح كل عمل هو التخطيط والتنسيق. صحيح. منع التضارب والتقاطعات. فمن كل المحافظات العزيزة هناك ممثلين من منظمات ومن مراكز الحكومية التنسيق مع مستشفانا لتنفيذ آليات الخطة أو الجدول الزمني الموضوع. هم مسبقا يتصلون بينا، تتهيأ كل الأمور، تتهيأ الأرضية، الفريق الطبي يكون جاهز لتسهيل الإجراءات الطبية المقدمة. وحقيقة هم الإخوان يعني جهودهم مشكورة، متابعين منذ دخول الوفد إلى حين مغادرة الوفد. خلينا نتعرف عليهم. تفضل دكتور. هنا عفوا. أهلا وسهلا بك. اسمك عفوا؟ محمد جابر العبيدي، مدير علاقات منظمة إحياء لإغاثة مرضى الثلاسيميا. أهلا وسهلا أستاذ العزيز. أنا عامر الجميلي، رئيس منظمة إحياء لإغاثة مرضى الثلاسيميا وأحد مرضى الثلاسيميا أيضا. أحسنت والله. أحسنت موافقين إن شاء الله. الله يسلمك إن شاء الله. نتحدث عن الآلية اللي تسجلوها بين الحالات وشلون تتواصلون مع المستشفى. طبعا هو يصير إحصائية من مركز المراكز الثلاسيمية بالمحافظات. فإحنا بطبيعة الحال كمنظمة نصدر هويات الدول اللي يراجعون يعني. لا. إيه نشوف الحالات اللي شملت المبادرة مال العتبة الحسينية طبعا متفضلة بهذا الأمر. فقدمنا المرضى اللي هم يحتاجون أكثر رعاية. اي فيتم التنسيق من خلال يعني إدارة المستشفى قبل يوم. اي نرسل السيستم كامل مال المرضى ونرسل العدد اللي راح يجي مرافقين ايضا وياهم. نعم. واحنا كوفد منظمه ايضا. فهنا متفضلين اداره المستشفى يعني ما مقصرين، نجي نلقى كل شيء جاهز ما شاء الله. هم باستقبالنا بالريسبشن يعني. ومثل ما تشوف قدام يعني الخدمات كلها في اي بي، مستشفى نظيف ما شاء الله. اي والله الله يسلمك. مع العلم بس اريد احب انوه على نقطه مهمه جدا طبعا، وهي النقطه يعني احنا نتمنى
اتمنى تتطور بكل المستشفيات، اللي هو جهاز التيتو ستار اللي يكشف الحديد، تركز الحديد باعضاء الجسم. اي كانت قبل المشكله انه يصير المريض عنده زياده بالحديد بس ما يندل له هواء، فهذا الجهاز هو يكشف التركيز مال الحديد وين يصير يعني. فموجود هذا بالمستشفى طبعا، واستاذ عامر همينا سوى هذا. فهذا ينطون علاج يستهدف هذا الحديد يقلل من النسبه. جيد جيد ان شاء الله. اول شيء انت محارب، الله يعطيك الصحه والعافيه ويقويك ان شاء الله. حتى الناس تعرف شنو اهميه هذه المعادله، هذا الجو، هذا الضغط، هذا المشكله اللي يدخل بها، او الحرب، او العذاب اللي يدخل به المريض، وش قد يفرح من اكو شخص يجي ويقدم له هذا الموضوع مجانا، فشنو تاثيرها على المرضى؟ طبعا التاثير والشعور بالاحساس شيء لا يوصف. هذا اولا اتحدث عن نفسي كمريض قبل ان اكون رئيس منظمه. صراحه الخدمات المقدمه والتنسيق العالي ما بين السادة الأطباء من كادر إدارة المستشفى مع كل اللي موجودين كخدمات وكمستشفى، عن يعني من زمن طويل ولحد الآن ما دخل مستشفى بهذا الإبداع والإنجاز والتطور في أمور كثيرة. يعني دائما كنا نطالب وكنا في مظاهرات وغيرها وغيرها من توفير العلاج، يعني مثل ما تفضل أستاذ محمد تعقيبا على كلامه اللي هو التيتو ستار فحص الحديد. طبعا للمعلومة أنه على مستوى الشرق الأوسط وليس على مستوى العراق، هذا هو أول جهاز دخل العراق طبعا أنه العمل فيه. شغل الشيء الآخر هي أخذ الدم، طريقة أخذ الدم على الجينوتايب، وهذا ما موجود ايضا في كل مستشفيات العراق والمراكز الحكوميه لحد الان، اللي هي حاليا المرضى الراقدين اللي جاي ياخذون الدم عن طريقه مثل ما رفض الدكتور الامور اللي موجوده على الجينوتايب. طبعا هذا يقلل من التحسس من الاضطرابات بالجسم، مع يعني هواي امور يكون بها المريض سليم يعني بهذا الجانب. وصراحة يعني مرضانا يعني شيء لا شعور لا يوصف به، هذا الاستقبال والحفاوة وكل هذه. هو العلم انها كان كل اللي موجود هي مدفوعات التكاليف. احنا عن كركوك بواقع 10 مرضى، وعندنا ايضا صلاح الدين وذيقار والمحافظة المثنى والنجف الاشرف ايضا والديوانية من ضمن المحافظات اللي هي أرسلت من قبل منظمتنا ومتابعتنا بشكل مباشر مع المستشفى وإدارة المستشفى، مشكورين والتنسيقية. الله يوفقكم بهذه المبادرة. طيب نتحدث عن آلية التعاون مع بعضكم، أكيد كل محافظة بها ممثل أو شخص أو مركز، شلون يعني تنسقون مع الحالات وتسجلوها وتتواصلون بها مع المستشفى؟ طبعا هو قلنا مثل ما سبق أنه بطبيعة الحال هي كمنظمة، المنظمة الأم موجودة بكركوك وعندنا ممثليات وعندنا فروع ببقية المحافظات، فمثل ما تدري يعني انه هذا اللي يصير بيناتنا تواصل من خلال رؤساء الفروع والمنسقين. وبالنتيجه يصير التواصل لهم مباشر ويا اداره المستشفى. شلون الاليه اللي احنا انا حكيت لك عليها بالبدايه مثلا كمحافظه واحده، بقيه المحافظات نفس الاسلوب تتبعها، تنطي خبر قبل يوم، يجون الممثلين والمنسقين يجيبون المرضى، اداره المستشفى نفس حفاوه الاستقبال، نفس التقدير، نفس تقديم الخدمات، وكل رحاب الصدر. اهلا وسهلا بك. نقدر نشوف احدى الحالات؟ نعم عندنا هنا حاله متاخره. جي انتم تعرفوهم بعد حتى لا نزعجهم. السلام عليكم. السلام. شلون صحتك؟ ان شاء الله بخير. شرفنا يا مرحبا. انا مسلم ابو تسابيح. الله يعني. السلام عليكم. تسابيح. شلون صحة؟ زينة. عافية؟ شلون احوالك؟ ان شاء الله زينة. الله يخليك. احنا ما نريد نزعجكم، ما نريد نضايقكم صراحة، نحكي الواقع. ولكن عرفنا انه حضرتك عندك خبرة مع هذا المرض، عشت صعوبات ومشاكل، فإذا ممكن تحدث لنا
حدثنا عن المستشفى وما قدمت له. والله يا أولا أحب من خلال منبركم العظيم أشكر العتبة الحسينية المقدسة على هذا دعمها الجميل، وأكيد أشكر الأساتذة الأفاضل اللي أستاذ محمد وأستاذ عامر اللي مسؤولين عن لجنة إغاثة الثلاسيميا، أكيد من خلالهم تواصلنا بالعتبة والعتبة من خلالهم وصلت لنا. بس نتمنى أنه نكون دعم أكثر وأقوى، يعني أتمنى الحكومة تدعم هيك مستشفيات إن شاء الله دعم أقوى، يعني إحنا محتاجين هذا الدعم. إن شاء الله علينا نسوي وإن شاء الله الله يكرمك. يعني مثلا هسه حالي أنا طفلتي عندي تقارير كاملة محتاجة إلى زرع نخاع، هذا متبرع مطابق 100%. لكن محتاجين دعم من الدولة، مثلا يا أما سافرنا للخارج أو تدعم هذا المستشفى حتى تجرى هيك عمليات صعبة بهذا البلد. صار لك شقد عفوا أنت تواصل مع المستشفى، كم زيارة هاي؟ والله هاي تقريبا ثالث أو رابع زيارة. شلون شفت الخدمات؟ خدمات حلوة ونظيفة يعني دكاترة زينين ويانا. الله يوفقك. الله يخليك. شكرا جزيلا. السلام عليكم. يمي شفتي هذا مالتش بعد؟ يلا زين. شلون شفتي زينة؟ زينة. شلون شفتي هنا خدمات زينين وياك؟ اي مرتاح ان شاء الله؟ اي يلا الله يساعدك وتوكلي على الله وتبي تصير قوية. اي تقول يا الله. يا الله. انت سباعية وقوية ان شاء الله. اي الله يخليك. الله يحفظكم ان شاء الله. دكتور بشكل عام صورة سريعة، تحدث عن أصعب الحالات اللي ممكن تجي أو المشاكل اللي تواجهكم مثل ما ذكر الأخ حالياً تحتاج إلى مثلاً رعاية خاصة، أجهزة خاصة. أنا مثل ما يعني ذكرنا في بداية اللقاء إنه هذا المرض هو يعتبر من الأمراض الوراثية، من الأمراض الشائعة في العراق، يعني إحصائيات يعني أرقام حقيقة. الأطفال دون سن الثانية العشر يكونون النسبة العالية. مثل ما تعرف انه يحتاجون الى نقل دم بصوره متكرره، يعني قد تكون بالشهر الواحد مرتين او ثلاثه. هذا يسبب مضاعفات، يعني الى مردود مضاعفات على الجسم. هنا يحتاج الى انه تقديم تشخيص مثلا بطريقه الرنين المغناطيسي، فحص الرنين بطريقه تقنيه التيتوستار لمعرفه كثافه الحديد ونسبه الحديد وتراكمات الحديد في الجسم لغرض متابعه واعطاء العلاج للاعضاء المتضرره من هذا التراكم، بالاضافه الى هو طريقه اعطاء الدم او نقل الدم ليس بالطرق التقليديه، بل اتبعنا طرق حديثه بانه اعطاء الدم او ما يسمى المنمط او الجينوتايب او الفينوتايب. تعرف اليوم العلم توصل لأن هنالك فصائل فرعية، كلما المريض ينقل دم حسب الفصيلة الفرعية أو الطريقة المنمطة يخلصه من مضاعفات آنية كما يخص التحسس إلى آخره، أو مضاعفات مستقبلية مناعية. هذا أيضا مردود إيجابي على الجسم، بالإضافة إلى البحث والكشف عن الفيروسات اللي قد تنقل عن طريق نقل الدم المتكرر باستخدام طريقة الفحص الجزيئي وليس المسح العشوائي. هذا كله مردود إيجابي على المستوى الحالي وعلى المستوى البعيد إن شاء الله. هذا هم أحد الأطفال من موفد محافظة كركوك. حجي شلونك؟ شلون الحجي؟ شلون صح؟ يمكن هم أخوة اثنين مو؟ نعم. إيه زين. العفو. مرض الثلاسيميا ما جاب بهم. أريد نتحدث عن المستشفى وشلون عرفتوها، صار لكم ايش قد تجون المستشفى، الخدمات اللي تقدم لكم المستشفى وخدماته، يعني بالفضل من الله سبحانه وتعالى، يعني شيء فوق الخيال، يعني على الاستجابه والكوادر الموجوده خدمتكم ان شاء الله. يعني كل ما يحتاجه المريض ما شاء الله، يعني وبجهود طيبة. ونشكر منظمة الإغاثة من كركوتهم، ونطلب الدعم من الحكومة لإغاثة أطفالنا الموجودين، ونطلب من الله سبحانه وتعالى الجميع المرضى الله يعينك السلام إن شاء الله. الله يعينك. بس خلي أحكي وياهم شوي، سلم عليهم. السلام عليكم. شلون صحة؟ شلون الأحوال؟ إن شاء الله زينين. شو اسمك؟ شو اسمك؟ انتوا ان شاء الله اقوياء وسباعين وتقدرون تعبون هاي المرحله وان شاء الله ما بيكم شيء. زين شلون هنا المستشفى؟ حلوه خدمات حلوه. يلا ان شاء الله صحه وعافيه، الله يقويكم ان شاء الله، موفقين ان شاء الله. الله يحفظكم. يعني بصراحه واحد يحكيها الخدمات حلوه وكادرها بعد ان شاء الله. يعني واجبنا واحنا حيل ممنونين منهم، يعني على
هذا الخدمة الحلوة. الله يوفقكم إن شاء الله بخدمتكم، صحة وعافية إن شاء الله، مشافين إن شاء الله، وما تخسرون على رأس على رأس منصتكم، تعبناكم العفو. باي باي دكتور، الله يعينكم ويساعدكم صراحة، الجهود وهذا التعب وهذا التعامل بدقة وحتى بإنسانية بعض الحالات مع الأطفال خاصة يعني صعبة. الآن هل هناك رؤية مستقبلية؟ هل هناك ممكن تحديث؟ ممكن يكون هذا المركز بأكثر من مكان، بأكثر من محافظة؟ حقيقة هو الهدف من هذا البرنامج وليس فقط تقديم الخطة العلاجية أو تقديم علاج متطور أو فحوصات تشخيصية متطورة على مستوى رنين أو الطب المختبري، لكن هو الهدف السامي هو من خلال الممثلين أو من خلال مسؤولين المراكز وكذلك الأهالي، الهدف السامي هو عراق خالي من الثلاسيميا. تعرف هذا المرض من الأمراض الوراثية، اليوم تستفاد من المريض ليس فقط أنه تعالج المريض لكن يصير توعية للمريض من حيث زواج الأقارب، الكشف المبكر عن المرض، منع المرض من يعني التفاقم إلى آخره. فهذا هو حقيقة الهدف السامي، بالإضافة إلى ذلك هو تحسين واقع الخدمات المقدمة في المراكز، وإن شاء الله يعني نقل هذه التجربة المقدمة في مستشفانا للمحافظات لتقليل يعني إن شاء الله مراكز من هذه الأهداف، أنه تكون مراكز أو دعم هذه المراكز، تدريب الكوادر، نقل هذه التجارب إلى مراكز لتقليل من عناء السفر. جميل جميل، موافقين إن شاء الله. بشكل عام بصراحة شكرا لكم، شكرا لوقتك أخذنا من وقتكم، موافقين إن شاء الله والله يحفظكم مساعدة الناس إن شاء الله. بشكل عام تحب تذكر كلمة أخيرة؟ لا بالعكس، حقيقة يعني هو ليس جديد على العتبة الحسين المقدسة بتوجيه سماحة المتولي الشرعي، هو ليس فقط مرضى ثلاسيميا بل تعهدت بعلاج عديد من الأمراض الحميدة والأمراض السرطانية. وبالكامل حقيقة مدفوعة التكلفة في هذه المستشفى، نعالج سرطانات الدم أيضا للأطفال وكذلك للكبار بمبالغ قد تكون 100% مدفوعة التكلفة. أيضا في هذه المستشفى مركز زراعة نخاع العظم الحقيقة نوعي ومتقدم جدا على مستوى القطر، تجرى فيه عمليات لزراعة نخاع العظم بطريقة الذاتي والغيري، وهذا أيضا يعتبر أيقونة وإضافة تضاف إلى مستشفى الإمام المجتبى عليه السلام. شكرا لك دكتور، احنا راح نأخذ جولة على الأجهزة والمختبرات.